أجمعت الأمة، الأمة أجمعت، نعم. أمة إسلام قابل أجمعني أن الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق. من أجمعني أنها ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي واحد يشكك في ترتيب الخلافة هؤلاء الأربعة هو ضال وخالف إجماع الأمة. نعمني من كان صنع تولين ترتيب لريم نجان كروكرون بطوب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن تنامون نعني كي يجمع دائل بوين دائل توي أمبي كان أي كبير ربا أمة الإسلام دائل نعم.